يا كابتن سعيد، عايز ابدا بكذا نقطه كده كابتن سريعا. اول نقطه عاوز اتكلم فيها، ما تخليش الوقت يهرب مننا، لا ما تقلقش يا كابتن، كتير هنظبط كل حاجه. اول نقطه عايز اتكلم فيها كابتن، افه من افات الرياضه، وهي افه اولياء الامور يا كابتن، والتهجم على المدربين زي ما بيحصل في بعض الانديه، ان بعض الانديه بتدي فرصه لبعض اولياء الامور انهم يستغلوا مثلا اذا كان هو عضو في النادي او ان هو له نفوذ او حاجه، ان هو يتهجم على مدرب او يغلط فيه او يسيء اليه. بس خلينا ما نقولش انها افه، انا اقول ان في تدخلات في اولياء الامور محترمين ومعظمهم كويسين جدا. انا بتكلم على البعض. يعني البعض لا بيتدخل البعض. بما لا يعني احنا بنشوف كابتن ان في اولياء امور بيشتموا مدربين وبيتطاولوا عليهم في النادي، ياخد ابنه يمشي او هو يمشي ما يدخلش النادي تاني، لكن ابنه ما يتظلمش. حضرتك بتتكلم في ارساء قيم ومبادئ. انا كنت لما كان مصطفى صغير، انا شفت مصطفى وصغير في حياته كده كلها مرتين، تمام، وانا اسمي كابتن النادي برضو ورحت اديت نصر، قسما بالله ما دخلت بوابه الملعب. شوف حضرتك كابتن احمد شوبير، بحلف لك بالله قسما يعني. وعايز اقول لك حاجه، وما حدش يعني من المسؤولين قال ادخل الملعب، يعني هم ايه على استحياء كده يعني قعدت كده. هم مرتين في كل سنين عمره، والمرتين كنت بتروح تقعد فوق ومش ممكن. رايح عشان اتفرج علينا، رايح بقابل حاجه يعني بقابل مثلا مدير قطاع الناشئين لحاجه مثلا، واتفضل يا كابتن احمد، اقول له شكرا يا كابتن، اقعد اتفرج عليه 10 دقايق كده من بره وخلاص، اما يخلص بقى تمرين ممكن اخش بقى اقعد مع حد من الكباتن ولا حاجه. ده الكلام وده السلام. دور يا جماعه اولياء الامور، حضرتك عايز تقعد تتفرج على ابنك اقعد بره، مالكش دعوه بحاجه. لا دي نقطه كابتن حضرتك، تمام، بشكرك طبعا ان احنا وضحناها. كمان عايز اتكلم على عدم استكمال دوريات المناطق والبراعي. اتلغت الرسمي الحمد لله، هو غالبا بيقولوا يعني بيقال ان هو بشكل كبير هتتلغي، لكن انا شخصيا اتمنى ان يتم العدول عن هذا القرار. انا شايف الامور ماشيه بشكل كويس جدا، مفيش اي مشاكل يا كابتن، يعني في كورونا على شغاله والدنيا زي ما هي، مفيش تطورات ولا في حاجه. فايه ذنب الاولاد ان احنا من دلوقتي يا كابتن من شهر واحد او يقعد شهر اثنين وثلاثه واربعه؟ لا هي حاجه هي بصراحه ممتازه، فيها احباط للولاد، فيها كسره نفس للولاد، فيها اولياء الامور اللي نفسهم يشوفوا اولادهم لعيبه كويسين، بيشوفوا ان اولادهم من بدري الموسم طبعاً بيخلص بالنسبه لهم صعب يعني. والمدربين طبعا رواتبهم هتتوقف، وكل اللي بيشتغلوا في المنظومه يعني رواتبهم هتتوقف، فطبعا ده كله متضرر من هذا. مش مهم، مش مهم، طالما الباشا مبسوط وصاحب الباشا مبسوط خلاص مفيش مشكله. مش مهم، لانه بيوت مفتوحه وارزاق والعمال والمدربين والمساعدين، لكن الاحاديه عايزه كده، هتعمل ايه؟ ناس كتير جدا كلمتني قبل الحلقه وقالوا لي يا اولياء امور ومدربين ولاعيبه كابتن بيطالبوا المسؤولين في اتحاد الكوره، بيقول لكم بعد اذنكم يا ريت الموسم يكتمل، لان في ناس هتكمل. لازم يكتمل، في ناس هتكمل، ودورنا هنا ان الموسم يكتمل. اتمنى طبعا لازم يكتمل، لان كمان مسابقات الجمهوريه 99 و2001 دول يا كابتن المفروض هم يتلعبوا من دور واحد، في اللي هي اللي هي النهائيات. ال 2003 وال 2006 هم اللي هيكملوا، هيبقى من دورين. ليه؟ علشان المنتخبات كابتن محمود جابر 2003 وكابتن مؤمن سليمان 2006 هيتابعوا اللعيبه بتاعه المنتخبات اللي اختاروا. فنتمنى ان الموسم يكمل بالجميع، براعم وناشئين وكل الامور والمناطق.